10 أيام تقريبا تم الإعلان عن جوائز الدولة التقديرية لعام 2024، وكان في حالة احتفاء كبيرة في الوسط الفني والثقافي بالحاصلين على هذه الجوائز، ومنهم المخرج الكبير محمد فاضل اللي حصل على جائزة النيل للفنون، ومصمم المناظر ومهندس الديكور الكبير أنسي أبو سيف اللي فاز بجائزة الدولة التقديرية في فرع الفنون. واللي منورنا النهارده بقى ضيفنا اللي منورنا النهارده مدير التصوير اللي اسمه بيعتبر بصمه وبيعتبر في حد ذاته قيمه لاي عمل هو بيشتغله لما هو يحصل على جوائز الدوله في التصوير. دي جائزه مرموقه كبيرة جدا، وحصل على جوائز كتيرة جدا، لكن ده التتويج الكبير ليه في مجال الفن. كمان هو عنده رحلة طويلة من العشق الكاميرا، هو كان بيعشق الكاميرا مش بيشتغل، يعني تحس ان هو هاوي مش ان هي دي شغلانه، وبجد هو اداها كتير وعاشق الكاميرا، فهي كمان ردت له العشق بالعشق وحب الناس وبصمته المتميزه جدا. واسم سعيد شيمي لوحده مدرسه ولوحده براند كبير، اول حد يصور تحت الميه، حاجات كتيره جدا هنعرفها منه النهارده. سعداء جدا ان حضرتك مشرفنا ومنورنا استاذ سعيد شيمي. الله يخليكم، شكرا جزيلا. اهلا وسهلا استاذ سعيد. أهلا الاستاذ بيك يا فندم. استاذ سعيد دايما يعني اسمح لي نرجع شويه لورا ونقول ان انت لما دخلت جامعه القاهره قسم تاريخ قعدت 3 سنين. ايوه. وجيت عند اخر سنه المفروض تتخرج قررت انك تمشي وتخرج. لا كملت. انا اصلا قدمت في معهد السينما. اوكي. ما اتقبلتش. ما اتقبلتش. فدخلت اللي انا بحبه التاني بقى التاريخ. كل سنه بقدم في معهد السينما وما بخشش. 3 مرات تقدم وما أيوة. تدخلش. ما بخشش. وبعدين السنه الرابعه قدمت ودخلت وكنت الاول في القبول. ودخلتها. فسحبت ورقي اياميها، ما كانش ممكن ابقى في جامعتين يعني. فسحبت ورقي من تاريخ ورحت دخلت معهد من كليه الاداب. بس ضحيت ب3 سنين. ما كانوش فارقين معاك ان انت في 3 سنين. السينما اكتر في قلبي وبحبها من صغري. طب ليه تصوير؟ ليه مش اخراج؟ لا، هي ابتدت سينما بعدين لما الواحد ابتدى يكبر شويه ويفهم وكده. بس خلي بالكم في نقطه مهمه لازم نعرفها، ان مش كنتش لوحدي، كنت انا وميمي اللي هو محمد خان المخرج. انتوا اصدقاء من الطفوله وبنحب السينما مع بعض، وهو عاوز يبقى مخرج وانا عاوز ابقى مصور، و ده كان اتجاهنا واحنا في سن 16 سنه 17 سنه. طب لما كنتوا بتروحوا بقى سينمات وباحلامكم هو مخرج وحضرتك مصور، وكنتوا حريصين ان انتوا تتفرجوا على كل الافلام اللي كانت. كنا بنأيد الافلام اللي بنشوفها ونديها درجه. يعني انتوا كنتوا لجنه التقييم. ابتدت برضه هي النقطه ايه، ما كناش نعرف ان السينما ده مصيرنا. يعني كان هو كنا في سن 16 سنه يعني. في مصر ما كانش في اي دراسه للسينما خالص. ايوه، انا لما عرفت انا امتى عاوز اخش معهد السينما لما قريت دكتور ساره عكاشه بيفتح معهد السينما في سنه 59. فانا نفسي استعجبت، ايه ده، انا اللي بحبها دي وبشوفها كتير لها معهد اتعلم. هي دي النقطه يعني. محمد كان سافر بقى بره، محمد خان لندن. فهو رايح عشان يدرس هندسه، فشاف افلام كتير بقى في لندن، اتهوس بقى، قال لي انا مش هدرس هندسه هدرس سينما. فعلا درس. ايه الافلام اللي كنتوا بتدونوها مع بعض؟ بص، في يعني طبعا ده مش موجود دلوقتي. زمان القاهره، انا موجود في منطقه ميدان عابدين، محمد جنبي برضه في ارض الشريف. المنطقه دي كلها بتاعت عابدين والازبكيه ونص البلد مليانه سينمات. سينمات صيفي، سينمات درجه اولى. فكان فسحتنا الاساسيه ان احنا نروح سينما. وكنتوا بتدونوا الافلام. ايوه. الافلام اللي كانت بتعجبكم اللي هي زي ايه؟ ايه اكتر فيلم؟ شمشون ودليلة. بتتكلم فيكتور ماتيو بتاع زمان ده. مثلا عصفورة الجنة. كل افلام الضرب واحنا اصغر بقى، كل افلام الضرب بين الهنود الحمر والكاوبوي وحاجات كده. طب ايه اكتر الافلام اللي كانت بتدوها درجات؟
لا انا صعب افتكر. يعني مثلا شمشون ودليلة ده كان عاجبكم؟ طبعا كنتوا مبهورين. احنا كنا يعني عارفه ايه، السينما بتخش في دمنا شويه شويه. طبعا لما ابتدينا بقى نفهم يعني ايه مش ضرب وكده، ابتدينا نفهم يعني ده موضوع كويس، ده ممثل كويس كده، كنا بقى كبرنا شويه. في الثانوي انا كنت في مدرسه في الثانوي حكوميه اسمها النقراشي، كان بنطلع مجله شهريا انا كنت بكتب فيها، مجله مطبوعه بكتب فيها النقد السينمائي. النقد السينمائي ده ما كانش نقد، كنت بحكي حكايه الفيلم. يعني بس هو الفكره ان كان في المدرسه هذا النشاط، والوزاره كان اسمها وزاره المعارف، ما كانتش التربيه والتعليم. لا ده وزاره التربيه والتعليم كان اسمها وزاره التربيه والتعليم. لا ما انا حضرت الاثنين اصلا. انا عندي 82 سنه دلوقتي. انا حضرت الاثنين بس اتغيرت. كان على فكرة التعليم أيام الملك كان تعليم كويس جدا. أكيد. كان اسم وزارة المعارف العمومية. من سنة 54 اتغيرت إلى وزارة التربية والتعليم. وحتى النظام نفسه بتاع القديم اتغير. يعني أنا كنت في شهادة اسمها الابتدائية، هاخد شهادة اسمها الابتدائية بقت تانية إعدادي. هاخد بعد كده حاجة تالتة إعدادي شهادة. فأنا شخصيا التعليم في زمني كان عظيم. اكيد بصراحة. طبعا طلع حضراتكم. انا بقول لك بصراحه. طيب. استاذ خان صديق الطفوله في لندن كان بيبعت لك جوابات. طبعا. وحضرتك طلعت اعتقد خطابات محمد خان لسعيد الشيخ. بس برضه دي لها حكايه. ليه انا احتفظت بجواباتي مع محمد خان من 19 سنه او 20 سنه؟ لان كلها سينما. كلها بيحكي لي على الافلام اللي بيشوفها اللي مش هتيجي هنا، فانا بعتبرها دي احد المراجع دوكيومنتد للافلام القديمه. ان هو كان هو قبل ما يتوفى بسنه، قبل ما يعمل فيلمه الاخير اللي هو قبل زحمه الصيف، ده كان اخر افلامه، قال لي انت لسه شايل جواباتي؟ قلت له موجوده في المخزن. قال لي عاوزها. اخذها بعتها له، و اتكلم صديق لنا مشترك طبعا كلكم تعرفوه محمود عبد الشكور الناقد. طبعا. فقال له انا هديك الجوابات ديت، هل ممكن تطلع منها حاجه؟ لان محمد تعب جدا 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 اكثر مما تتخيله. محمد ما ابتداش يبقى مخرج الا بعد ما فات نص عمره. يعني لما عملنا عشان مش مصري وما يقدرش يعمل افلام في مصر. اجنبي معاه جنسيه ثانيه. لما توفى يعني بقى يعني ضربة شمس أول فيلم لمحمد خان. أيوه. وحضرتك اشتغلت معاه كان عنده كام سنة؟ هو مات 74، هو مواليد 42. ضرب الشمس 80. نص عمره. نص عمره. كنت ساعتها أنت ابتديت قبل ما هو يبقى مخرج؟ أنا كنت ابتديت في مصر قبل، يعني احنا تقريبا خلصنا دراستنا مع بعض. هو سافر؟ هو سافر من سن 16 سنة. اوكي. والده كان باكستاني وبيستورد الشاي من الهند وسيلان ويوزعه على الشركات. الدولة بقت تعمل الحكاية دي. فبقى والده ما عندوش شغل. فراحوا بقى عاشوا في انجلترا. فطبعا انا يعني ايه صداقتنا استمرت ما انتهتش بسفره يعني. لان في شيء مشترك اللي هو السينما. فكل جه واشتغل فعلا ايام القطاع العام، محمد جه مصر. وبعدين ابوه تعب فاضطر يسافر. بعد كده رجع تاني، كان طلع قانون ان اللي اشتغل اجنبي في مصر خبير. محمد مش خبير، ده لسه صغير. لسه صغير. طب